فلسطيني بصراحة، وخاصة نحن نتحدث عن القوائم التي كانت قد كانت تجهزت لأن تكون ضمن العملية الانتخابية، ولكن تم أخذ قرار أو صدور قرار التأجيل بسبب عدم شمولية القدس المحتلة. يعني المشهد الفلسطيني القادم والمتوقع ما بعد تأجيل الانتخابات كيف سيبدو من وجهة نظرك، وهل فعليا سنكون مع حكومة وحدة فلسطينية موحدة؟ يعني أعتقد بداية قرار تأجيل الانتخابات هو كان صف على 95% من أبناء شعبنا، وصف على كل الجهود اللي تقريبا استمرت على مدار عام من أجل إنجاح حوارات القاهرة اللي تلقفها شعبنا بسعادة غامرة جدا لإنهاء مسلسل من الانقسام استمر على مدار 15 عام وأدى إلى شرذمي على مستوى يعني الاستراتيجية الوطنية في النضال والتوجه للاحتلال. وأعتقد يعني كل شعبنا من خلال نسبة المشاركة كانت في الترشح، وأيضا نسبة التسجيل للناخبين النسبة العالية تقريبا 94% و36 قائمة، يعني هذه بتأشر لمدى تعطش شعبنا لموضوع الانتخابات. هي الانتخابات اللي أجت بعد إجماع وطني لمعالجة الثغرات اللي مرينا فيها على مدار الأعوام الماضية، ساعدت صياغة نظام سياسي تعددي وبناء وحدة وطنية من أجل المحافظة على ثوابتنا واستنهاض كل طاقات شعبنا. نعم. يعني القرار أجا نقوش إلى الخلف. موضوع القدس يعني مفترض ما تكون شعار، مفترض تكون استراتيجية عمل للمواجهات في داخل القدس وفرض إجراء الانتخابات، لأن هي جزء من فرض الإرادة وفرض السيادة. وأعتقد شعبنا سجل يعني نصر في معارك متعددة، يعني معركة البوابات الإلكترونية والحواجز صحيح. ومعركة الأمس عمليا في باب العمود، يعني انتصرت الإرادة الفلسطينية. إحنا عندنا ثقة في أبنائنا بالقدس في تمسكهم بإرادتهم الصلبة. مفترض الانتخابات اللي تقريبا ترشح من داخل القدس لهذه الانتخابات أكثر من 50 شخصية تتحول إلى معركة في مواجهة الاحتلال وفي فرض إرادتنا، ما نكون بانتظار موافقة الاحتلال الإسرائيلي على حقنا وسيادتنا في داخل القدس. يعني برأيك أستاذة ندى، نعم، يعني برأيك أستاذة ندى، هل كان هنالك بصراحة خيارات أخرى لعقد الانتخابات بما ربما يشمل أيضا القدس ولكن بطرق ربما مختلفة عن الواقع؟ يعني كان من الإمكان أن تتم في القدس ومن ثم تتم جمع هذه الأصوات وما إلى ذلك من المتعلقة بالانتخابات، أم كان الموضوع صعبا برمته؟ يعني أعتقد كل الواقع كل الواقع نعم. اللي بنعيشه بمواجهة الاحتلال واقع صعب، ومن التجربة أثبتت إنه قد ايه بيكون عنا فعل على الأرض قد ايه بيكون في عنا تغيير. يعني عمليا الحقوق لا تأخذ استجداء من الاحتلال. أعتقد الخيارات كانت متعددة موجودة، وكمان طرح من الطيف الفلسطيني الواسع إنه تعالوا خلينا نبحث خيارات القدس. كان ضمن هذه الخيارات مطروح إنه ممكن انتخابات القدس تقدم بيوم قبل الانتخابات العامة، وأيضا ممكن وضع صناديق الاقتراع في داخل الجوامع والكنائس في حارات وأزقة القدس. يعني إحنا الانتخابات الماضية اللي حصلت بال 2006 هي كانت فقط ضمن الاتفاقات الموقعة اللي إحنا من طالب بتجاوزها، كانت فقط لبضع آلاف من المقدسيين ما تجاوزش عددهم 6000، وأيضا في البريد الإسرائيلي واللي هي يعني بتأشر على موضوع السيادة إنه ما زالت لإسرائيل. كمان هذا النمط إنه نرجع عبر البريد، هذه مسألة مرفوضة رفضا باتا. كان مفترض بأنه إسرائيل تجاوزت كل الاتفاقات الموقعة ولم تلتزم بها، أيضا أن نتجاوز هذا الظلم التاريخي اللي وقع بالقدس سواء خلال المفاوضات أو بعدها، في وضع صناديق الاقتراع في كل الأماكن. وأعتقد شعبنا عمليا قادر على حمايتها وقادر يخلق تحرك دولي من أجل موضوع القدس، تأشير على دور الاحتلال بإفشال العملية الديمقراطية بشكل مباشر. نعم. لا عملية الرجوع إلى الخلف وضرب الإجماع الوطني الذي لم يتأتى إلا بعد جهود جهيد وتنفس شعبنا الصعداء بعد هذا الاتفاق، والذي توج نعم. عمليا بموضوع المطالبة بإجراء الانتخابات اللي كانت كمدخل
من أجل إعادة بناء الوحدة الوطنية، مدخل من أجل صوغ استراتيجية عمليا وطنية موحدة. نعم، طب برأيك هل فعلا ستتحقق بصراحة حكومة وحدة وطنية؟ ونحن كان لنا تجربة سابقا في هذا الشأن، ولكن هل هذه المرة ستنجح فلسطين والفصائل بتشكيل هذه الحكومة الموحدة؟ أنا أعتقد الجميع مفترض يرتقي إلى مستوى التحديات المقبلة. مطلوب وقف النزيف في موضوع الإجماع الوطني، وقف النزيف في استبعاد الشراكة الوطنية، نعم بالفعل التفكير بشكل جماعي ما هي الخطوة القادمة علينا اتخاذها من أجل الاستمرار إلى الأمام ونهوض بواقعنا الفلسطيني ضمن قرار الإجماع الوطني اللي صار فيه عند الجميع ريبة وشك من موضوع الالتزام فيه. يعني موضوع الحكومة الوحدة الوطنية كانت مطروعة لما بعد الانتخابات. حاليا الإشي الأساسي المطروح إعادة الجهود من جديد لالتئام الانتخابات وليس تأجيلها إلى الأبد. نعم. هذا استحقاق وطني، استحقاق ديمقراطي، استحقاق يؤشر على سيادتنا في دولة فلسطين وليس استحقاق شكلي. نعم، وإجمالا نحن نأمل أن يكون الخير قادما لفلسطين بصراحة فيما يتعلق والمستقبل القريب، كوننا يعني تهيأنا نوعا ما، الشعب الفلسطيني، الفصائل، كافة المشاركين في القوائم الانتخابية تهيأوا وصدقنا موضوع الانتخابات وأنه سيتم عقد الانتخابات، لكن يبدو أن هنالك ظروف حالت دون أن تعقد في موعدها على أن تؤجل. إجمالا أشكرك جزيل الشكر سيدة ندى طوير عضو المكتب السياسي الجبهة